السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا شرح كيفية تغيير أسماء الملفات أو تسمية الملفات. يعني أنا عندي مجموعة من الملفات، سواء MP3 سواء PDF إلى آخره، وأحب إني أغيرهم بشكل كامل وسريع ويختصر علي وقت، سهل لي أشياء كثيرة. طبعا أنا حطيتكم الرابط، رابط البرنامج في الوصف. كل ما عليك هو مجاني 100% بدون ما تدفع ولا ريال. طيب هنا نضغط على انستول. تمام، حمل، بدء تحميل، نحصلهم هنا، فتح. الآن انستول، فينش. انتهينا من تنصيب البرنامج، مبروك عليك. الآن راح نشرح لكم كيف تستخدم هذا البرنامج. جدا استخدامه بسيط جدا. طبعا هذا البرنامج وهذه الملفات اللي أنا حاب إني أغير أسمائها، طبعا بصيغة PDF أغلبها. تمام، طبعا أول خطوة إني أقوم أحدد عليهم كلهم وأسحبهم إلى البرنامج. تمام، طيب نقول مثلا إضافة من هنا، ماوس اللي هو اليمين. تمام، بعدين نحط هذا. تمام، أو ممكن نضغط على هذا، أتوقع. لا ما يجي هذا. المهم نضغط على الماوس اليمين، بعدين نضغط على الكلمة هذه. طيب عندنا هنا عدة خيارات، هذه المزايا اللي أنت تقدر تستفيد منها بالبرنامج. عندك مثلا هذه إضافة كلمة، هذه حذف كلمة، أو هذه حذف حرف، حرف الأول أو الحرف الثاني أو الحرف الثالث إلى آخره. تمام، ها عندك الحين ريموف اللي هو يعني حذف كلمة معينة. عندك مثلا ريموف واستبدال، يعني حذف كلمة معينة واستبدالها بكذا. عندك مثلا هنا، أنا ما أدري وش هذه، شكلها موسع، نفس هذه، نفس الإضافة هذه ولكن بشكل موسع. عندك مثلا هنا نقدر نغير الصيغة، مثلا أنا كتبت على كامل الملفات، نسيت إني حذفت الصيغة مثلا أو شيء، فإنه نكتب الصيغة اللي هو علشان يعني يقرأها الجهاز. طبعا هنا حذف الشعارات، مثل هذا تبي تحذف هذه، ها يلا، ها أي كلمة، أي قوس، أي كذا من هنا ينحذف. طيب لا، أنا ما أبغى كذا، أنا أبغى أي رقم ينحذف، نحط هنا الصح، ها ونحط بالشكل هذا. لكن أنا الآن بشكل مختصر، لكن أنا راح نبدأ على واحدة واحدة. تمام، أول شيء راح نضيف كلمة. طيب هل هي ببداية الكلمة أم نهايتها؟ قول بالبداية، وأضيف مثلا على سبيل المثال اسم أحمد، مسافة. تمام، وأقول رينيم. لما تلاحظ الملفات كلها صار عندها اسم أحمد بداية المقطع. طيب أبغى بنهاية الاسم، نهاية التسمية، خليني ودي أكبرها لكم بشكل أكبر، ولا أقول لكم خليني أصغرها. أيوة كذا، تمام تمام كذا حلو، بس إنه ما يعرض لي على كامل الملفات، لكن بحاول حاول حاول حاول. لا يلا خلاص أجي كذا. تمام، طيب أنا أبغاها على نهاية الكلمة يضيف لي مثلا اسم فهد. طبعا قبله لازم نحط مسافة علشان ما يشبك مع الكلمة الأخيرة. تمام، ها نحط سيفنج، بعدين رينيم. ها نلاحظ فهد 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 إلى آخر الكلام كله. طيب أنا بحذف هذه الإضافة، لازم ضروري، خلاص انتهينا من الإضافة، يا نحط هنا نغلق الصح أو نحذف الإضافة كلها كاملة. الآن الإضافة الثانية اللي هي حذف الكلمة
او الحرف الثالث او الحرف الثاني او الحرف كذا، او هذه ما ادري هذه الكلمة الثانية او الثالثة، ما ادري انا يعني بالاضافة هذه ما اعرف لها بالضبط، لكن خلينا نشوف. انا كتبت هنا 2 وهنا 1، ها ونشوف شو بيصير بعدين. ها اها ما صار شيء. طيب والله اني ما ادري صراحة. الاضافة هذه شكلها الكلمة الثانية تنحذف يعني، ما علينا من الإضافة دي، اللي يعرفها يكتبنا بالتعليقات عشان نستفيد. طيب عندنا الإضافة الثالثة ريموف. الحين بحذف على أي اسم من أسماء، في اسم أحمد 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 أبغاه ينحذف، فأكتب اسم أحمد أه؟ تمام، وأقول أدد، وأقول رينيم أه؟ انحذف اي اسم احمد. تمام. طيب انا ابغى اي اسم احمد احط اضافة من هنا، واكتب في اسم فهد، واكتب مثلا اسم Low battery. Please charge. مثلا الزلال، الزلال مثلا، احذف لي كل الاسماء هذه هذه وهذه وهذه وهذه. تمام ها ها اها تمام، حذف لي على الكلمات هذه. طيب أبغى إضافة استبدال، استبدال، استبدل لي بكلمة أسماء، ها استبدلها بكلمة أرقام مثلا. الآن ممتاز، يلا رينيم، لاحظ هنا ها أرقام تحولت إلى من أسماء إلى أرقام. طيب نشوف اللي هنا الإضافة الثالثة، هذه برضو نفس الطريقة، أنا ما أدري إيش وضعها، يعني نفس اللي قبل شوي، لكن لما مثلا أكتب أرقام وهنا أكتب أسماء. تمام أه. أه ما أدري إيش اللي صار يعني، Low يا ريت battery. تكتبوا لنا بالتعليقات وش الفائدة من هذه. تمام طيب نحط إضافة عندنا هنا هذه الصيغة، مثلا عندنا نشوف PDF 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 PDF. طيب أنا بغير الصيغة إلى مثلا رار رار أو زيب رار. تمام بعدين أقول موافق، البدء تحول إلى رار. طيب أنا أبغى مثلا أيوة هنا، طبعا نلاحظ هنا مثلا هذا على سبيل المثال، هذه الكلمة نلاحظ أنها فيها إيش، فيها حروف، فيها أرقام كذا، فيها أرقام إيه صح، أرقام حروف إنجليزية، وفيها اللي هو الأشكال هذه ما أدري شو اسمها، رموز أو شيء. المهم انا ابغاه يحذف لي الرموز، يحذف لي اي رمز. تمام بعدين اقول ادد اها، يلا احذف لي اي رمز. حذف لي الرمز. طيب انا ما ابغى تحذف لي الرمز لو سمحت، احذف لي اي رقم موجود هنا عندي بالملفات احذفه. يلا احذفه طال عمرك، حذف كل الأرقام ما عدا هذا الرقم، ما أدري ليش، ما أدري عشان محددة أو لا، ما أدري، لكن غريبة صراحة. طيب ما علينا. طيب أي اسم إنجليزي كتابة إنجليزية احذفها طال عمرك، حذفها. تمام طيب أي أقواس، أي أشياء من هالقبيل احذفها طال عمرك. هذا في الأقواس والأشياء. ها ها تمام. طيب عندنا خلاص هذه تقريبا ما يعني تيسر لي. أنا عندي هذولي، أنا ما أدري وش الفائدة من هذولي، فيا ليت اللي يعرف يكتب لنا بالتعليقات اختصار للموضوع.
يعني انا اشوف بس انا اللي اعرفه هذا، انك تقدر تكتب كود برمجي، اضافه برمجيه، انت مثلا اي شيء تبغاه يعني تستبدل وتحط وكذا باضافه واحده مثلا. انت اذا كان عندك خبره يا سلام، حلو جميل، هذا ما ادري، فيا ليت اللي عنده خلفيه بهالاضافات هذه يفيدنا، لاني حتى انا يعني ما اعرفهم، ما قد استخدمت الاضافات دي، اللي هو بدايه من كاسا او ما ادري ايش هذه الكلمه الى تحت هنا. فاكتبوا لنا بالتعليقات اسم الاضافه، بنبغى اسم الاضافه تكتبوا لنا، ها، وش الهدف من هذه الاضافه. تمام، وشكرا لكم ومشكورين على المشاهده.